مقابلة غالي معسكر بمنافسه آلي برج بوريريج تميزت في بدايتها بهجمة مقابل هجمة لكل فريق، لكن بعد ذلك مر الدفاع المحليين بفترات حرجة تألق خلالها حارس المرمى يونس في أكثر من مرة، خاصة بعد تصديه لكرة ساخنة من اللاعب عثماني، وهذا في الدقيقة 20. ضغط الزوار ازداد وأثمر بتسجيل هدف ممتاز وقعه اللاعب حكاك بعد مضي نصف ساعة من عمر اللقاء. ما تبقى من الشوط الأول عجزت خلاله العناصر المحلية من العودة في النتيجة. في الشوط الثاني ركن فيه أشبال المدرب بوررا إلى الخلف واكتفوا ببناء هجمات من حين إلى آخر، الأمر الذي حفز أبناء المدرب قدوي من التحرك إلى الأمام، مما مكنهم من تعديل النتيجة في الدقيقة 79 بهدف سجله اللاعب الهندي بطريقة ممتازة كان لها وقع إيجابي لدى الأنصار. لتشهد المقابلة بعد ذلك طرد اللاعب مادور من صفوف غالي معسكر الذي اكتفى باقتسام نقاط اللقاء مع الضيف أهلي برج بوريري.